كويس. طيب صباح الخير يا جماعة، كيف الحال؟ زي ما شفتوا اليوم بعت أبديت لعبد الله، والأمور جدا تمام شكليا. بعت فحص طبي مع هذا الأبديت كمان، كل شيء تمام، يعني ما في أي شيء مقلق. الأرقام طبعا مو مثالية، ولكن مقارنة باللي هلا بعمله واللي بناخده وكذا جيد، جيد جدا جدا. ولكن الاي جي اف ار شوي نازل، فرايح اعمل فحص تستاتين سي هسه بالمختبر اتاكد ان الامور تمام. وبس بعد هيك مروح على البيت ناكل وجبات. اذا حدا بعت ابديت جديده من شباب الاونلاين بنشيك معاه، وبعدين نروح على الجيم. مش عارف، غالبا اصور بالجيم اليوم. اليوم عندنا بول، في شويه شغله تغيرت بهذا التمرين تبع البول، فبحكي لكم غيرته ليش غيرته الى اخره. صراحه كثير مرتاح، يعني هذا اليوم ثاني يوم بصور فيه ورا بعض. يعني امبارح 15/4 صورت الفيديو عملت له اديتنج، اليوم بنزله، وهذا اليوم الثاني عم بصور. مش عارف هو الحماس ماخذني ولا هو فعلا التصوير بالجيم لهالدرجه ريحني، بس صراحه انا جد تصوير الجيم كثير فرق معي. يعني اكثر شيء شوي ضايقني انه الجيم اكسبيرينس بطلت زي قبل، خلاص بطلت عارف اتمرن براحتي. بس هيك زي ما قلت لكم انا مستعد اصور كل يوم. شكرا لك انك طلعتني، وبس نراكم الكليب القادم. طيب خلصت الفحص، مش عارف ايش بده، يومين ليخلص وتوصل النتيجة. سيستاتين سي يبدو مش كثير كومون في الأردن إنه ينعمل، هم أصلا سألوني كذا سيستاتين سي شو، ولكن على كل حال عشان تعرف قد إيه بادي بيلدينج مكلف. يعني هذا الفحص هيك سلام عليكم 22 دينار ونص، يعني فحص واحد بس، وأنا أوريدي فحص قريب ل 40 دينار قبل 3 أيام، ووصيت هني من ريفايف كيدني. العلبة الواحدة هي قريب 30 دينار، فعليا تقعد شهر، يعني حط ببالك. بس صراحة أنا هاي المصاريف كلها بالنسبة إلي يعني أقل إشي بحكي الهم أو بفكر فيه، عشان الله طلعني، لأنه هذه الشغل أكثر شغلات مستاهلة. يعني أنا مستعد أصرف على مليون فحص طبي وعلى مليون سبليمنت هيلث أولى بكتير مني أصرفه على ستيرويدز ولا على جروث هورمون ولا على اشتراك جيم ولا على شو مكان. هذه هي الأولويات، الأولوية الصحة، الفلوس اللي بتضل عاد بتضل البيديز، بتضل الجيم، بتضل للدنيا لشو مكان. أهم إشي تضل مراقب صحتك بهاي اللعبة. على إشي أنا قد ما بفحص الجماعة اللي بالمختبر ما بس يعني ما بسألوني عن معلوماتي. هلا مصطفى كيفك؟ شو بدك تفحص؟ يلا تفضل. تقول دكاني متعودين علي. يلا عادي عادي عادي، الحياة غريبة. طيب يا جماعة اليوم تمرين بول، أول تمرين حيكون على هاي المشين. بالبداية طبعا الورم اب سيتس كالعادة. إذا هاي المشين مو موجودة بالجيم تبعك بتقدر تلعب أي بول داون فاريشن موجودة، المهم وايد جريب. ليه بستعمل هاي المسكة؟ المسكة العكسية. السبب الأول لأنه المسكة العادية على هذا الجهاز شوي متخلفة. السبب الثاني لأنه دائما واحدة من البول داون موفمنتس الموجودة بجدول الأسبوعي بحاول أخليها مسكة عكسية، وعشان البايسبس تشتغل كعضلة مساعدة بالحركة، وبشغل البايسبس عادي وخليها تشتغل. التمرين جدا ممتاز سواء لعضلة ظهرك أو لعضلة البايسبس، فما في أي مشكلة إنك تشغلها. راح ألعب هون 2 working sets، ما بعرف إذا ذكرت هذه أول working set إلي خلال هذا التمرين. يعني التمرين هذا أغلبه كان محافظة على أوزاني اللي لعبتها الأسبوع الماضي، وزي ما قلت لكم المحافظة على أوزاني بهاي المرحلة يعتبر إشي ممتاز. في شغلات بسيطة زادت هون وهون، 1 rep 2 reps إلى آخره، بس طول ما أنا وزني قاعد بنزل وأنا محافظ على أوزاني أو بزيد زيادات بسيطة، فهيك الوضع يعتبر أكثر من مثالي. هاي ثاني working set، هون نزلت بتذكر 1 rep ولا 2 reps هيك شيء، بس أظن الفورم تبعي شوي أحسن من آخر مرة فما في أي مشكلة. هلا بفرجيكو، أو هلا بطلع التمرين اللي بعده.
وحشة بالجعفري. فالمهم التمرين الثاني بالضبط على هاي المشين، اذا شايفين انا مغير، عم بلعب سينجل هاند، عم بلعب كل ايد لحال، هذه ورم اب ست طبعا. ليش بلعب سينجل هاند؟ عشان اعمل ستريتش قدر الامكان للوح الكتف. لما بلعب ايد ايد، او سوري، لما بلعب الايدتين مع بعض، ما عم بقدر اعمل ستريتش على الاخر، رقم واحد، ورقم اثنين ما بقدر ارجع لورا برضو للاخر بالانقباض. كمان شغله غيرتها بهذا التمرين، ذكرت لكم قبل ان الميدل ترابس باخر بطوله كانت ما فيها ديتيلز كفايه، وما كانت كبيره كفايه. الابر باك بشكل عام، الباك دبل بايسبس، ما كان في ديتيلز كافيه، بس بالذات ظهري من النص، الترابس الميدل واللور. فصرت في نهايه الحركه هاي بس اخلص، ابطل قادر اسحب الترابس، ما بتكون جابت اخر اخرها، فبس ابطل قادر اسحب الوزن بالطريقه العاديه. هلا بفرجيكم شو قاعد بسوي. بصير اعمل بس الشرجز بالتمرين او بالوزن، بعديها يعني بقدر العب 2 لـ3 عدات بس الشرجز زي ما هلا باين، على اساس احاول اجيب اخر الترابس. برضو لعبت هون بس جولتين، بعد هيك نقلت على التمرين اللي بعده. طبعا التمرين اللي قبل هذا كان التركيز على عضلات الأبر باك أكتر بالسحب، هنا التركيز على اللاتس أكتر. هدفي للمرة الجاي بهذا التمرين، وأنا برضو هلعب تو وركينج سيتس، هدفي المرة الجاي إنه ألعب بفورم أفضل نفس العدات. وهذا يا جماعة يعتبر بروجرس، لما أنت تحسن الفورم تبعك، حتى لو أنت ما زدت عدات أو ما زدت أوزان، بس قاعد بتلعب نفس الوزن بفورم أفضل، هذا يعتبر بروجرس. التمرين اللي بعده كان سينجل هاند بول اوفرز. ليش بلعبه هون على السيت اب هاي؟ اذا ملاحظين الكيبل بالنهايه الحركه بصير يسحبني فحرفيا لفوق، مش زي الكيبل العادي بيكون يسحبك لقدام اكثر، فالستريتش بيكون مختلف. غير هيك بلعب ايد ايد، الكونتراكشن بالنسبة لي، الانقباض بكون كتير افضل، بقدر اركز على على جهة واحدة. وغير هيك اذا عندي امبالانس، يعني عندي جهة اقوى من جهة، وفعليا هاي الجهة عندي اقوى انا من الجهة الثانية، عشان هيك ما حتلاحظوا ما جبت الفيلير، بصير اوازن بين الجهتين. بعد هيك على التمرين البايسبس الاول والوحيد في التمرين، راح الاقونا بس تو وركينج سيتس. ما بعرف ليش كثير بعقد البايسبس، بس انت فعليا محتاج تمرينين للبايسبس، واحد وكوعك ورا جسمك عشان اللونج هيد يشتغل اكثر، واحد وكوعك قدام جسمك عشان الشورت هيد او الراس القصير يشتغل اكثر. بس يعني كثير كثير بعقد البايسبس، دبل بايسبس زي كانك تلعب دبل بايسبس وانت واقف بالكيبل، وبعدين بالبار وانت قاعد، وبعدين ضيق وواسع، وبعدين يعني كلها بايسبس، ليش كل هذا التعقيد؟ يعني كم جولة ممكن تستحمل؟ التمرين اللي بعده هامر كيرلز، وانا قاعد على البنش برضو جولتين فقط، ما فيه اي اشي سحري. الهامر كيرل البيسك جدا، وتمرين الاخير التمرين الأخير هو ريفيرس فلاي على البيك ديك. إذا ملاحظين أنا قاعد شوي على الجنب عساس أقدر أعمل ستريتش للأبر باك ولا الريل ديلتس أكتر، منها بلود الريل ديلتس اللي هو كتف الخلفي بالستريتش بوزيشن، منها بقدر أعمل ستريتش للأبر باك أكتر. وزي ما شايفين أنا بسحب للآخر لأني بدي أشغل الميدل ترابس، لانه زي ما حكيت هي نقطة ضعف عندي، فعادي خلي الريل ديلز تشتغل، هلا برباك يشتغل، وخلي الميدل ترابس بالذات عم بسحب للاخر وبعمل بوز تشتغل. طيب جماعة خلوني انهي الفيديو هون، انا طبعا روحت وزبطت اموري واكلت وكذا، حاليا عم بخلص شغل قبل ما انام، بخلص كولز للكلاينتس. اللي ما بيعرف انه الاونلاين كوتشنج عندي بكون شامل كول، فبعد ما اكتب جدول للكلاينت ندخل فيها كول على ديسكورد مدتها حوالي الساعة، بشرح له فيها كل ديتيلز الجدول، بدخل بالاكل بالفلكسبيليتي المسموحة ونتفق عليها، بالسبلمنتس، التمارين، فورم التمارين، اي اشي مش واضح، اي استفسارات عنده خلال هاي الساعة بجاوب عليها كلها.
بطلب منه تمارين معينة كمان يصورها على أساس أتأكد إنه بيلعب الفورم الصح وبيلعب بالإنتنسيتي المطلوبة منه. برضه المهتمين بالأونلاين كوتشنج دي إم على الإنستغرام جعفر صفرين. إذا استفدت من الفيديو ابعته لحد تاني يستفيد زيك. وبس لايك شير سبسكرايب ويعطيكم العافية.